فاطمة مصعد السبايا، أنا من اليمن. أنا أخصائية نفسية اجتماعية في منظمة بيستي. المشروع بتاعي ابتدى من 2016، حيث أسست مبادرة اسمها مبادرة بلقيس لتمكين المرأة والطفل. احنا نعمل دورات تدريبية، نعمل دورات كمان تعليمية، ومعانا حضانة تعليمية وترفيهية للطفل. حلمي ان المبادرة تكبر، وكمان ممكن ان انا تتحول في يوم الى مركز لتدريب المتطوعين اللي في المبادرة، بحيث تدربهم وتأهلهم عشان يقدروا يلاقوا فرص عمل، يقدروا يكونوا كمان فاعلين في المجتمع.